طيب نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، والحقيقه هو موضوع غايه في الاهميه. كنا بنتكلم معاكم في بدايه حلقتنا النهارده انه من اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح هو توجيهات مهمه اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومه الزراعه التعاقديه للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وزياده دخلهم وزياده أرباحهم من خلال مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الحصاد بتقديم حوافز مالية تضاف على هذه الأسعار. هذه التوجيهات كانت خلال اجتماع سيادة الرئيس امبارح مع وزير الزراعة السيد القصير. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الملفات الخاصة بالزراعة التعاقدية والأسمدة والتقاوي من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا، صباح الخير يا فندم على كل المصريين وكل المشاهدين الكرام. اهلا يا فندم. يمكن على مدار سنين كانوا المزارعين بيعانوا من مشكله، وهو انه كان في فجوه ما بين اسعار السوق والاسعار الاسترشاديه، فبالتالي كان بيبقى في خلينا نقول ضعف في توريد المزارعين لمحاصيلهم للدوله. عايز اعرف من حضرتك دلوقتي اهميه توجيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعه اسعار التوريد الاسترشاديه للمحاصيل قبيل طبعا موسم الحصاد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بعتبر ده تطور غير مسبوق في الدوله المصريه، اللي هو وضع الاسعار الاسترشاديه للمحاصيل الاستراتيجيه الهامه في الدوله المصريه، وهو في المقام الاول بيخدم السياسه الزراعيه للانتاج داخل الدوله المصريه اولا، وثانيا وضع المزارع على خريطه الانتاج الزراعي مما يكفي له اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وهو دي الجديد في هذا الموضوع. ان يتم الاعلان عن اسعار استرشاديه مرضيه للمزارعين في التوقيت المناسب. على سبيل المثال للحظ، لو رجعنا حبه صغيرين للعام الماضي، كان في توجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه الهامه، المحاصيل الزيتيه. زي محصول فول الصويا ومحصول محصول عباد الشمس، الذي وجه سيادته معالي وزير الزراعه السيد القصير بان يتم وضع خريطه لانتاج هذه المحاصيل لتقليص فجوه الزيوت والاستيراد من الزيوت وتوفير المواد الخاصه بالاعلاف من نواتج عصر هذه المحاصيل. العام الماضي في مارس 2021 كانت توجيهات فخامه الرئيس ان رفع اسعار سعر اللي هو فول الصويا من 5000 جنيه الى 8000 جنيه للطن الواحد، وكذلك عباد الشمس من 5500 جنيه الى 8500 جنيه كسعر استرشادي. ثم تبنى معالي وزير الزراعه السيد القصير بالتوجيه لتنفيذ هذه الخطه من العام الماضي حتى يتم استكمالها على مدار 3 سنوات لتغطيه 120000 فدان فول عباد شمس و 250000 فدان فول صويا، وبالطبع تم ذلك العام الماضي باعلان عن هذه الاسعار مما دفع كثيرا من المزارعين في التوسع في هذه الزراعات. ووضع برنامج لاكثار هذه التقاوي بفضل الله سبحانه وتعالى هذا العام. تغطي كل الاحتياجات المطلوبه في العام القادم كخطه استراتيجيه لهذا المحصول. طب نقدر نقول ان الحوافز الماليه الاضافيه لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزياده انتاجهم هتكون بنسبه كام؟ وهل ده هيخلي المزارعين بالفعل يحرصوا على التوسع في الزراعه في كل المحاصيل؟ بالفعل احنا بدانا نجني، احنا ما كناش الاول بنشوف محاصيل فول الصويا وعباد الشمس الا على استحياء. دلوقتي الفلاحين اللي هم بيمروا او اي حد بيركب طريق في وسط الاراضي المنزرعه بيشوف فول الصويا وبيشوف عباد الشمس، وده نتيجه هذه السياسات المرضيه للمزارع. كذلك بالنسبه لمحصول القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي اللي احنا بصدده هذه الايام، اللي هو الاعلان عن سعر استرشادي عادل 1000 جنيه للارداب بالواحد، والنظر ايضا في حوافز اخرى عند الحصاد او قبل الحصاد مره ثانيه ب 1000 جنيه للارداب بالواحد. فالنهارده في كام؟ في 31/8، يعني بيعتبر قبل بدايه موسم زراعه القمح تقريبا بشهرين او شهرين و10 ايام، بيدي فرصه كامله للمزارع اتخاذ قراره في التوقيت الصح. ليه؟ دلوقتي كل اي مزارع دلوقتي لن يتم زراعه اي محاصيل شتويه، سواء بنجر سواء برسيم والقمح والشعير وخلافه من المحاصيل الشتويه. في الحاله ديت عندما يسمع المزارع
بسعر عادل وتضمنه الدولة بالشراء مع دعمه أيضا أثناء التوريد، ممكن يزيد عن ذلك كثير بقليل لحوافز التوريد. ده بيدي يعني فترة ممتازة جدا للمزارع اتخاذ قراره ونجاح السياسة الزراعية في توجيه المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تخص الدولة المصرية، اللي هو رغيف الخبز اللي هو بيتمثل فيه محصول القمح. النهاردة لما المزارع يعرف النهاردة وهو لسه في بداية شهر 9/1/9 إن أرداب القمح بألف جنيه وقد يتبعه حوافز أخرى أثناء التوريد، أنا متأكد أن المزارع اقتصادي بطبعه هيأخذ القرار المناسب الذي يكون أولا لمصلحته ولمصلحة الدولة المصرية بالتوسع الأفقي في زيادة المساحات المنزرعة من القمح. كذلك معالي وزير الزراعة السيد القصير أخذ منهج منذ 3 سنوات السياسة الصنفية والاهتمام بإنتاج التقاوي داخل الدولة المصرية منذ تولى عقيدة الزراعة، وبالفعل بنجني ثمارها هذا العام. كنا في من 3 سنوات كانت التغطية لا تزيد عن حوالي 20% من المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، كانت حوالي من 27,000 إلى 30,000 طن فقط لديه التقاوي منطقة للقمح. بفضل الله سبحانه وتعالى تم زيادتها العام الماضي، ثم تم مضاعفتها هذا العام. عندنا إن شاء الله حوالي 148,000 طن تقاوي منطقة تغطي أكثر من 70% من المساحة المستهدفة في الدولة المصرية من القمح، وكل ذلك بتعتبر اسمها الزيادة الرأسية بالتقاوي المنطقة مع التوسع الأفقي الذي نظرناه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان. فكل هذا بيتعانق في زيادة الإنتاجية من محصول القمح مع السعر الاسترشادي المرضي في التوقيت المناسب اللي هو قبل زراعة أي محاصيل شتوية أخرى، بيدي فيتيح فرصة كاملة لكل المزارعين لتحقيق رغباتهم في الحصول على هامش ربح مرضي من محصول القمح اللي بيبقى مرضي. طبعا ده بكل تأكيد يا فندم كمان ما حدث بصدد التقاوي، يعني يمكن نقطة مهمة جدا لأنه كانت فعلا مشكلة بتواجه المزارعين بشكل كبير جدا. لكن هرجع مع حضرتك تاني لفكرة الأسعار الاسترشادية، عايز أعرف من حضرتك إزاي بيتم تحديد الأسعار الاسترشادية إذا كان الحديث عن السلع الاستراتيجية الهامة، وبشكل عام إزاي هيتم كمان تطوير منظومة الزراعة التعاقدية يعني في المستقبل القريب؟ بالنسبة لي تقدير الأسعار طبعا على مقدمة هذه الدراسة بيتم دراسة أولا التكاليف للمحصول ودراسة متوسط العائد أو الناتج من وحدة المساحة اللي هو الفدان، ثم يضاف إليها هامش ربح مرضي للفلاح بحيث أن يكون في دراسة يعني مستفيضة، دراسة فيها نوع من العدالة الاجتماعية الخاصة بالمزارع أن يغطي تكاليفه ويكون عنده فائض ربح برضه يستغله في تنمية ومصروفاته على أرضه إن شاء الله أو أولاده، وفائض أيضا يتم به استكمال الدورة الزراعية التالية للمحاصيل الأخرى أو للمحصول الصيفي التالي. ده بالنسبة للتسعير الأقماح أو الأرز أو خلافه من المحاصيل الزراعية. طبعا بالنسبة للزراعات التعاقدية بفضل الله سبحانه وتعالى هذا القانون أصدر من 2015 ولن يفعل على أرض الواقع إلا مع تولي معالي وزير الزراعة سيد القصير حقيبة وزارة الزراعة، اللي أولاه اهتمام بالغ مع طبعا فخامة رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بوضع أو التوجيه بوضع أسعار مرضية للفلاح من خلال الزراعات التعاقدية ما بين المنتج اللي هو الفلاح وما بين المشتري، سواء كانت هيئة السلع التموينية المتمثلة في وزارة التموين أو القطاع الخاص الذي يعمل في مجال إنتاج الدواجن أو الحيواني أو إنتاج أعلاف الأسماك والحيوان. وبالفعل تم النهوض بهذا الملف الحيوي الممتاز اللي هو الزراعة التعاقدية صحيح ما بين الطرفين المنتج والمستهلك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال الزراعات التعاقدية لضمان الحق للطرفين. فبفضل الله عندنا دلوقتي مساحات كبيرة جدا من فول الصويا تحت التعاقد، ومساحات كبيرة جدا من عباد الشمس، وأيضا مساحات كبيرة من الذرة الشامية سواء البيضاء أو الصفراء بأسعار مجزية للمزارعين بحد بوضع حد ضمان يضمن للمزارع يعني مفهوم يا فندم. صحيح صحيح
بنشكرك يا فندم دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه في وزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك.